اللي امه ميتي والله ما بطلع اغني عنده. بقول له ما بعرفش اغني والله ما بعرف. قال لي خذ فلوس. بقول له مش فلوس، انا بعرفش اغني لواحد امه ميتي، انا بعرفش اغني لواحد امه ميتي، لان العرس للام. ولا بغني بنوادي ليليه، يطلبوني اقول لهم هلا يا عيل ابونا مش لنادي ليلي اجي اغني لناس سكارى. ولا لو بدي انا فلوس جبت، جبت وغنيت لكل المرشحين قيل الانتخابات يدفع ولا في مؤلفه. وقعت فيها انا من ورا قصيده تحاربت، معلش نشوف لك انت يلي على الفيسبوك تويتر والمسنجر والبلوى اليوتيوب خط احمر عند ستوب، هذا وطننا لا تقرب صمام الامال انه وفهم هاي اللي تفهم. وين الغلط بالكلام هذا اللي انا قلته؟ تتحارب من كل الناس اكبر من اسد، وصار الحرامي اشكر يسرق ولا يخشى احد، لانه بصراحة مرتكز عنده بكل زقة سند، مثله حرامي مرتشي وتقاسموا خير.